تعالوا نروح لكابتن سعيد عبد الحفيظ، لان برضو كان ليه تصريحات مهمه جدا وعجبني قوي يا كريم لما اتسال على كان يعني المراسل او المذيع بيساله هو مين المدير الفني القادم للاهلي، واحنا عارفين ان ده طبعا موضوع او سؤال الساعه دلوقتي، الناس كلها نفسها تعرف مين المدير الفني القادم للنادي الاهلي. بس هو رد بمنتهى الذكاء، قال لك ده مش اختصاصنا، احنا عندنا في النادي الاهلي كل واحد بيرد على اختصاصه، ده اختصاصنا ولا اختصاص اللعيبه، ده اختصاص مجلس الاداره، فلما يجي وقتها او شركه الكوره لما يجي وقتها اكيد هيتم الاعلان. فخلينا نروح نتابع بنفسنا كده ايه اللي اتقال بالظبط والتصريحات الهامه عن لسان كابتن سيد عبد الحفيظ الخاصه طبعا كمان بالمباراه وباللعيبه، ونرجع نكمل. مباراة في الكاس ومباراة احنا دخلنا في غيابات كتيرة جدا جدا وفي ضغطة مباراة برضو كتيرة قوي، لكن برضو الواحد دايما الناس بتتكلم عليها وبتعلق، لكن هو ده اللي هو رهانك الكبير شخصية الأهلي، يعني منظومة الأهلي، الاسم بتاع الأهلي، اللوجو بتاع الأهلي، اللعيب مهم جدا 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 في المنظومة لكنه هو جزء من المنظومة. الـ الـ الأساس هو الفانيلا، الأساس هو الاسم اللي بتلعب بيه. فيعني الواحد على طول بقول لهم على طول مهما كانت الغيابات المهم هيبقى فيه 11 واحد موجود، لازم تتحلى بالشخصية اللي أنت بتلعب بيها، بالنادي اللي بتمثله، بالفانيلا اللي أنت بتلبسها، هي دي الرهان يعني. الحمد لله طبعا كان غيابات كتير قوي، الحمد لله كابتن سامي أدار اللقاء في منتهى 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 الذكاء والحكمة، الحمد لله رب العالمين يعني. كابتن سيد، الأهلي بمن حضر كلمة أصبحت ليست مقتصرة فقط على اللاعبين، بأي فرد داخل منظومة الجهاز الفني، كابتن سامي موجود، الكابتن سيد، الجميع بيدافع عن قميص النادي الأهلي ونسر النادي الأهلي. وعشان كده انا بقول يعني الواحد طول عمره بيحارب عشان المعنى ده، ان انت عندك اساس وعندك تاريخ وعندك مبدا وعندك قيم وعندك اسس ماشي عليها، اللي بيخش ممكن يضيف لنا حاجه سواء كانت لعيبه او كانت اجهزه او كان مدير كوره او ايا كان ممكن يبقى فكره كويس، فكر متجدد، شخصيته كويسه، شخصيته قياديه، شخصيته عاليه، لكن الاساس هو نظام النادي، الاساس اللي انت داخل عليه. تزيد شويه بقى من افكارك ومن اقتراحاتك ومن اسلوبك، كلام جميل جدا، لكن المنظومة نفسها أساسها هو النادي وتاريخه. كابتن سيد، النهاردة ثقة لحسام حسن، ثقة في أحمد نبيل كوكا، ثقة لزياد طارق، أعتقد دور الكابتن سيد الكابتن سامي مع اللاعبين خلال الفترة القصيرة دي. والله بص يعني هم لعيبة كبيرة ولا ما كانتش تلعب في النادي الأهلي كلهم يعني كلهم، فخلاص يعني حتى الصغير بقى يعني مهم جدا إن يبقى فيه. بص على مستوى العالم في حاجتين يعني الناس بتختلط بيهم، يعني التغيير والتطوير، ما فيش حد بيتغير، سلوكه ما بيتغيرش، يعني 1% على مستوى العالم اللي ممكن سلوك واحد مثلا واحد انسان مش نظيف، يعني على مستوى العالم هتلاقي 1% بس اللي اتغير، واحد انسان مش صاحب يعني حقوق اتعملت له وناس ساعدته وناس وقفت جنبه وناس وناس وناس، ده مش هيتغير خالص، لكن في واحد ممكن يتطور بقى في ادائه، يتطور في فكره شويه، فالتغيير والتطوير مختلفين شويه. انا عارف ان اللعيبه الصغيره دلوقتي خلاص بقت في مرحله التطوير بقى، يعني انت لازم تطور من ادائك، لازم تطور من انتاجك، فكره ان انا لسه طالع من الناشئين عايزين نحطها على جنب شويه، احنا لعيبه بتلعب في وسط لعيبه كبيره ووسط نجوم كبيره ووسط فرق كبيره يعني.